السلام عليكم، الله يعطيكم العافيه. 700,000، الله يسعدكم ويجعلني عند احسن ظنكم. تاكد انك مشترك، لان مقطع المليون بيكون شيء غير. فكرت مقطع اليوم، فتحت بوفيه في فيله باور، قلت استرزق الله بشوف كم بطلع. جبت عامل الفيله وجبت اغراض من برا عشان يسوي سندوتشات واقدمها بالمليون. سويت مليون في باركود في الجوال، طلع لك المليون. طبعا بذا المقطع طالع مية اخوي عز، مشاهده ممتعه. السلام عليكم سفير فك. وعليكم السلام استاذ مودي. احسك تمام؟ مره والله مره. شفتي رجعنا للطير يلي. أيوه. بسم الله. هذه مودي 10 وفيه كل الاشياء موجوده. كل الاشياء موجوده. طيب عطني واحد بيض مسلوق جبن حلو، ولحم مفروم جبن حلو، فلافل جبن، بعد حط السعرات الحراريه شكل خفيف من احمد شو. بس عطني بيض مسلوق جبن ولحم مفروم، ولحم مفروم جبن وفلافل جبن، والعصير عطني. وش عصير كبس؟ برتقال. ايه بيبسي. خلاص يلا سفير فل. اتمنى انك تقيم، واتمنى بعد التقييم انك تدفع. لا انا اقيم لاني طيب. اسمع بتفق معك. اتفق معي. اكل وقيم وبعدها ادفع. اوكي طيب. اذا ما عجبك ما تدفع. يلا زبون. واذا ما عجبني ما ادفع. يلا امشي. هذي وشي طيب؟ أنا مش طالب. زين هذي وشي؟ هذي لحم مفروم؟ دقيقة بجرب بالفلافل. بسم الله والله أقول تقييم الصد. هذا بيض جبن؟ وين الجبن؟ تعال وين الجبن؟ ثاني أطالب بيض جبن. لا لا غير صحيح. سأبقى تخلف غير صحيح. صح؟ لا لا طالب بدون جبن. طيب أنا متأكد. أنا متأكد. طب تذكر أن طالب فلافل جبن ولا لا؟ ما تدري صح؟ هذا اللحم انا بتكلم تقييم صدق. زين والله انها لذيذه ما راح اكذب، ولكن انا طالب لحم مفروم مع جبن وفلافل مع جبن وبيض مع جبن. ثلاث اشياء. اول شيء تشوف في جبن انت لخبطنا في لخبط صح ولا اليماني لخبط؟ ترى موظفين واحد احنا هو اللي لخبط معنا بعد المحطه صح. اي تقول هناك بالضبط. لا حلو حلو بس ما اقدر ادفع صدق. لا تدفع خلاص مش يعني. جبن ما جبن ما في وين تعال يا حبيبي. والله لخبطنا يا ابو معلش. كلها نفس القصير والله. طب الاخوان والله سفير فضح فينا في مشاكل تعرفون بالسيستم يا اخوان مو منا. المشكله كانت في القصير. ايه كلها نفس بعض. كلها نفس بعض فصار تكبر شوي فتحلمنا. معليش هذا اول زبون. اول زبون وغلط كثير. وغلط كثير طبعا سبته مو سبتي. فالزبون الثاني معليش الحقيقه. طيب خلاص يلا نروح الزبون الثاني. يلا ثاني زبون يا شباب. ثاني زبون. هلا انا لسه صايب. صايب احسك يا ولد. مدري احس جوعان. جوعان؟ جوعان. ايش في؟ مرحبا حطوا لايك واشتراك الله يرضى عليكم. كيف نذكرهم؟ تفضل. بوفية. ايش هذا؟ والله رخيص. ايه رخيص عنا 4 ريال 5 ريال. حلوة. طيب ما نكلف عليكم. حلو خلاص باخذ زي الطلب المعتاد. جيب لي واحد تورتيلا زنجر وواحد بيبسي دايت. ايش ألذ وحدة؟ هذا من اختيارك. فلافل. فلافل؟ فلافل. واحد فلافل وواحد زنجر. طيب. لا وواحد بيبسي دايت. ازيدك من الشعر بيت. تاكل وتشبع ونجيب لك اكلك هنا. ايوه. حلو؟ حلو. وبعدها تقرر اذا تبي تدفع او لا. شوف بعد شوف تخيل. لا عجبتني هاي. ادفع بعد من هذا؟ ايه بس امانه. طيب ما طيب شو كيف؟ خلاص تم اتفقنا. اتفقنا. في تقييم صح؟ ايه. الوقت برضه له تقييم. كم تبي؟ قد ايه؟ 33. نص دقيقة، نص ساعة معكم. نص ساعة 30 دقيقة. 5 دقائق ويجيك. 5 دقائق. صهيب كم دقيقة؟ بالضبط. ايه. قد ايه كانت؟ 36؟ 3 دقائق. 39 يا اخوان. 3 دقائق. شفت السرعه؟ اسمع 3 دقائق هاي محسوبه لكم والله. هاي من ضمن التقييم. سلم طال. تفضل. هذا سلم. هذا بيبسي. سلم ايديك. طب انا هيك اكل عادي المفروض يعني اسكمل الطاوله قدامي. طيب. التقديم ها التقديم ها شوي. طيب لا من وين نجيب للطاوله الحين؟ خلاص لا خلاص صرت انت جايب وحاطط بحطنا ها. نبدا بايش؟ تورتيلا. اي تورتيلا تفضل. بسم الله. والله ذي تحسبك يعني تقييم الزنجر قال معتاد. جميلة. ممتاز. اخر ايش بطلبه؟ هذا زنجر تورتيلا. حلو تمام. عجبك اهم شيء.
كم من 10؟ كطعم ولا كالمعتاد؟ كالمعتاد 10 من 10. نفس الطعم مختلف. حلو. ممتاز ممتاز. طيب. يما ايش هذا؟ قرب. حرقون امها. لا هذا عشان عشان شو؟ عشان الجودة. عشان الجودة عرفت؟ تطلع. جودة مين محروقة؟ لا عشان جربت. عشان تطلع حرارتها. شم ريحتها؟ محروقة. يا اخي القصدير دعمك هذا. اي والله يا اخي. هذا الفلافل؟ ايه تعرف اول مرة بجرب الفلافل عندكم هون؟ والله؟ اي بسم الله. ان شاء الله بتعجبك. انا مبين عجبتك. واضح واضح. قرر عني، دو عني. لا. ما عجبتك؟ لا. والله ما عجبتك؟ ناشفة. نوت باد هذا. نوت باد. 6 من 10 هذا. هذا ما 5 من 10. هاي 5 من 10. 10 من 10 الوقت 10 من 10 التقديم عشان الفتحة 7 من 10 تدفع ولا لا؟ بكل أمانة هذا وهذا بدفع فلافل. لا ايش المشروع الخايس ذا؟ لو انه فاتحين مطعم كله منك يا اخي ودقين على خالد مخليه يجي منك. قديه؟ هذا ب 6.5. ايوه حلو. اتحداك تلقاها برا ب 6.5. لا والله يلقاها برا ب 6.5؟ لا يلقاها ب 7. برا اغلى. مو ب 7 ب 12. ب 12 برا. في كمان واحد؟ في كمان واحد تبي؟ طيب خلاص بنجيب لك. يعني بشيك 13 بدفع ريال زياده باخذ اثنين. شفت بالله ايش رايك فينا؟ والله حلو المحل. ايش رايك بوفيه مود يا عسر؟ بعتمدها كل يوم موجوده؟ يا حبيبي كل يوم بشتري. نسيت حاجه انت. وش؟ البيبسي يا ابوي فلوس. طيب 4 ريال. لا البيبسي بخمسه. ضريبه. خمسه ماشي. عشان الفتحه عرفت؟ خلاص تمام. واهم. طيب خلاص ضحكنا. 13 18 19 بعطيك 20 يلا. يلا ضحكنا واستانسنا وكل شيء الحين كود استسكي. 20 تحولت تمام شكرا. ايوه دم. بس خلص. عشين طيبه ثاني يجيني والله دفعت. اي ما عليك ما عليك. الله يرضى عليكم عشان الاكل لذيذ. كمان مره انزل حط لايك واشتراك. مع السلامه. ها فكرتكم سرقتوني جاي اخذها. لا ايوه دق علينا ونشب. شو شنو دفعت خش مريا يا اخوانا بندور زبون ثالث. فما لنا طيب اتوقع ان قايم. يا رب ان قايم. فارس تبي تطلب من بوفيه؟ بوفيه تعال حبيبي. تعال شفت جبت لك واحد. تعال. اه حبيبي. شوف قبل لا سلام ولا كلام. اسمعني توني مخلص بطوله هي 6 ساعات بس. حرفيا عصام ما في. بابا لا تسولف واجد وطلع بكره. لا نكسب الزبون ايش فيك؟ اه معليش لسه فارس والله. نمسح عزيز وغالي يا ولد ولابس لايكر و قلاسه. على طول قال اسف ما مدار. دقيقه هذا باركود ايش؟ باركود المنيو. منو ايش؟ بوفيه. بوفيه تمزح بالله. سجلها عندك افتح. طيب اصبر انا بسجل. سجل بالله هذا كله موجود؟ اصبر انا بسجل. سجل شكشوكه واحد. حلو شكشوكه. كبده موجود؟ موجود كبده. واحد كبده. حلو تدري؟ بدال العصير ولا تعبك شاي بس لبتون وسكر. طيب ما تبي العصير اللي قبل شوي؟ لا ما ابي عطني شاي. ترى موجود. سجلت الطلب. سجل وش الطلب؟ شكشوكه واحد كبده وشاي. طيب وش افضل عندكم مبنى؟ لا تغشني تعطيه شيء. الزنجر؟ لا لا غير الزنجر. ابغى اللي يعني كل واحد يجي يطلبه. وش؟ يا اخي هذه استعبط استعبط عليه بس كافي خلاص خلاص جاهز الطلب. طيب اسمع سيفا عندنا ميزه. وش؟ زيد في عنا. شوف الوقت الان 3:51. دقيقتين وين؟ شلون؟ دقيقتين وين عندك؟ اعطوا كلام بشكل اعطوا كلام وينك انت؟ برا عشان الهواء وكذا انت بالله. دقيقتين؟ دقيقتين وينهم الوقت؟ وينهم الوقت؟ معقوله؟ لا مستحيل. 3:51 هاي يعني عندك لين 4:50 بعطيك. دقيقتين يا حبيبي هشغلهم الساعة. دقيقتين هشغلهم الساعة. دم وضع عبارة. تعال اسمع لو تعدد دقيقتين ما راح ادفع. ترى لو تعدد دقيقتين والله ما ادفع. لا مودي باقي دقيقة والله ما ادفع. مودي والله ما ادفع. والله ما ادفع. والله ما ادفع. ما بقي دقيقة. دقيقة وعشر ثواني. ها شوف انت اعطيت السلام عليك قلت مميزات مطعم دقيقتين. مو انا الكاشير قال طيب قدام الكام؟ ما عليك تحاسب انت غلطتك. عطيتني ميزه ما هو موجوده. 40 ثانيه عشان رونالدو. ايوه تو دخل النصر. ايوه وكرا. طيب سوي سي سي ما عجبك مره شك ما تحب رونالدو. ليه نقتنع بالسي حقتك؟ سي وش ذا نط زي الناس. 10 ثواني شو لك 10 ثواني ما نطيت النط قوي الا مات. سي اقوى. ايوه سي ايوه أبعطيك نص دقيقة عشان السي نص دقيقة. في النص دقيقة هذه لو ما جاء الطلب عزيزي المشاهد لا تشترك في القناة.
في النص دقيقة لأنه مو قده لأن المنيو حقه مضروب في النص دقيقة. وش في شيء غريب؟ ركض ركض روح شوف الطلب روح شوف الطلب باقي 15 ثانية 10 9 8 7 والله ما يشتركون 5 4 3 2 جابة والله جابة والله 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 استاذ اشترك. طيب اقعد اقعد قدم لك الاكل تفضل يا حبيبي. الشاهي ما احس انه لا 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 ما عليك بضبط. بوفيه كم بوفيه كم؟ 5 نجوم انت ولا كم؟ مو بحنا اللي نقيم ها الزبون اللي يقيم. حلو انا ما عجبني ترى هذا ضقت بدوق ما بعد عوص. طيب كل قرطاسه بالله حبيبي موت بوفيه 5 نجوم؟ نعم نعم بسم الله. حتى تحتاج تدريعات في زبون قبلك كان قاعد هنا وعجبه كل شيء. هذه الكبده طال عمرك كبده كيف شعور الكبده ده والله صراحه خرافي. لكن عندي عندكم عيب. هذا عيب بس تطويل. حلو طعم خرافي تقييمي خرافي. هذا تطويلي بس احتاج له ميكرويف. وشو ميكرويف؟ طيب حطينه ميكرويف. اه حط ميكرويف. اي والله ميكرويف الفله خربان عاد شو نسوي يعني سوي والله والله حطين صراحه تقييمه على الميكرويف بارد الصدق بس اي طعم لا احكي لك والله والله لا احكي لك خرافي. ذوق الشاهي الشاهي ذوق الشاهي معليش. طيب يدخل من التقييم مو طبيعي والله بالله. ايش رايك حط حبك؟ حط كل شيء طال عمرك بالله بالله فاز. كيف اقسم بالله انه خرافي والله والله اذا انت مسويه خرافي. انا مسويه. هذا فاز صدق هذا مو طبيعي. هذا من ضمن التقييم طبعا. من مسوي ذا؟ انا انا وياه انا وياه. جحدك شوف والله جحدك انا وياه. حب خلاص هو اللي طالع الصوره. ادب شريك ليش تقول ادب؟ معليش اسف. طيب نقيم الطبق الثاني؟ يلا شوف كيف الجبن الجبن كيف يا ساتر الجبن مهما المفروض تكون حقت فيرفول لكن سحس فرع البور. شوف شوف الجوسي جوسي 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 الله تحس انه كذا خليط. تبغى تقيمي؟ على ايش الاكل؟ على كل شيء، احنا ما نقيم بس اصبر اصبر بقيم الاكل وبقيم الخدمه وبقيم في النهايه. اسمح لي؟ طيب بعطيك تقييم من الختام. الاكل 8 من 10. السبب طيب عشان احنا نحب نطول. اوكي عشان كذا. بارد حلو؟ الكبده بدون جبن، لازم نضيفون جبن عليها. طيب حلو اللي بعده. طاط كبده ساده. طاط كبده ساده. جبن ونوع. ضف اي شيء ثاني، كاتشب عادي. اوكي اللي بعده. طيب اللي بعده. زاد على كذا بارد، فلذلك خذ 8 من 10. اوكي اللي بعده. تستاهلون. التقييم الشخصي للخدمة بالله ما ضحكناك والله لا صدعت فيه وح انا جاي ابغى ارتاح ليش تجي تسولف على راسي؟ منطلع انا جديد قد طلبت منك؟ ايه طلبت مني اسوي سي بلاش تغمي سويت سي؟ ما سويت سي؟ ايه سويت. طيب سوي سي يلا حاضر ما تسوي سي احنا ما نقبل بخشيش. طيب بخشيش ما تبغى بخششك سوي سي سي حلو حبيته علشان السي هذه ارتفع التقييم من 1.5 لين 3.5 تستاهل حبيبي. تقييم الخدمة الشخصية التقييم الإجمالي 6.25 نتيجة الخدمة الشخصية. أتمنى تتعدل بس تعامل مع الزبون. النهاية 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 6.25 النهاية. السلام عليكم أنا سمعت إن في أكل شباب. لا لا حبيبي هذا الأكل لي يا حبيبي. معك جوالك؟ أيوه. إحنا ما نتعامل بالباركود طبعا. آه ما شاء الله أصل الحركات. لا 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 لا. طيب الحين لو اطلب الاشياء بالملي توصلني استفارس ولا على طول؟ ايه خلال دقيقتين والله هذا عندهم الميزه اذا تقرا دقيقتين ما اشتكوا في قناتهم. هذا عندهم تحدي من البدايه حاطينه. طيب والله هذا كله عندكم يا ولد. طيب اسمعني ابي واحد زنجر حلو ابي واحد فلافل فلافل واحد زنجر واحد فلافل ابي واحد شكشوكه بعد يا طب خلاص حق قلت ابي اشرب بمشي ولا حمضيات بمشي ولا حمضيات حمضيات يلا حمضيات يلا طيب فارس ادفع الاداء حبيبي تعال انت تكتب لي هناك ادفع ادفع يلا بخصم الريال تعال بس اسمع ابي داخلها جبنه شطه شوي اذا ما شفت فيها جبنه شطه ترى يعني بقلل لا لا صافي كم حبيبك يا شيخ احنا وش نظامنا اصلا وش شعارنا معلمنا وش شعارنا رضا رضا العميل العميل اولا اذا ما عجبك صدق ما جاء يا عيال انا مو قهر ياكلون ياكلون ولا يسوون والله صدق يا ابوي شو شو طالب طيب الشاهي تحتاج تكون لا والله الشاهي حلو والله الشاهي تستاهل عليه ريالين تجيك الان والله تستاهل طيب الاكل اللي اكلت لا ما صراحه فيه مشاكل كثير خصوصا في الخدمه الكبده طيب
في الخدمه في مشاكل كثير. صعب. ايه بياكل. يا لين حبيبي تستاهل فوق راس مودي شوفوها. طيب. والله انه مشروع فاشل. والله ابي لا تفكر. يلا انا اسمع ببدا احسب الحين كم حقك خلص فارس؟ ها؟ كم خلص لك الحقي؟ دقيقتين بسم الله ببدا احسبك دقيقتين. بسم الله يا اخوان على بها رجعنا طلبه. السلام عليكم سبها. انا والله. طلعنا. صدق الله؟ اي والله. انا بكون عادل ومنصف. صح. يلا. أول شيء حار ليش؟ أنا أقول لك ليه حار. ليه؟ شتا تبي بارد؟ إي صح بعدين يمكن تموت. بس يلا أشارك بمشي هذه المرة يلا. طيب هذه الفلافل ممتاز. ذوق شوف. بسم الله. وش إيش رأيك بالقصدير؟ ممتاز والله. صدفان عليه. لا ممتاز بسم الله. يا رب. ليش اخترتها؟ ما عجبت؟ لا عشان نروح للثاني ايش دعوة؟ ايه بالله طيب قيم شوف هذه الصدق صح انه ما فيها جبنة ما طلبت جبنة قلت فلافل قلت فلافل فيها شو اسمه كاتشب انا مش فيه قلت لك ابي كلها فيها جبنة وشطة صح ولا لا؟ انا ما سمعت بس اسمعني الصدق انها حلوة والله يعني بعيدا عن انه ما فيها لا ذا ولا ذا بس انها حلوة والله طيب اعطيها الصراحة يعني 8 من 10 هذه وش هذه؟ طيب هذه الشكشوكة يلا تفضل بالله بكل امانه جبن شطة 10 من 10 اخر عميل عندنا 10 من 10 كلش فل توفيق الوالدي هذه ممتازة شوف الحين الزنجر اتحداك ما تعجبك اذا ما عجبتك يمكن فريدة من نوعها بسم الله كم من عشرة؟ كل أمان. صدق؟ إنها شوي ناشفة. حلو. الأمانة يعني ما فيها هي أتوقع إن فيها صوصات بس حلوة. حلو. مو بسيئة. حلو. ولا هي حتى اللي لا حلو حلوة. حلو. عرفت؟ بس هذه أعطيها الصراحة. هذه كم 10 من 10 صح؟ هذه كم قلنا 7؟ 7. هذه أعطيها برضو 7. شوف طيب أحد زيي كذا يعني حرفيا ينصف بالداء. طيب. اقول بعد الاكل لان كذا هو يعني اي بوفيه اي مطعم اكله خلاص بدنا احاسب صح ولا لا؟ يلا بالتوفيق شباب طيب ادفع كم كله؟ زنجر 6.5 حلو 6.5 هذا ب 50 عجبك عجبك ولا بتغلي؟ 22 لبس بخمسه اي لبس بخمسه جيبي من الرياض جيبي والله تبغى جايبه من وين؟ طيب ادفع البيبسي بريالين لا 20 كله ادفع ولا غص المواعين؟ طلع ولا لا؟ تولى طم القلب انا جاي اكل ولا ندل؟ ادفع يلا ولا بتروح غص المواعين؟ كم كم؟ 20.5 اوكي انا حولت لك 20 بس يلا ما عليه ريالين ونص صدقه ما عليه الله يسعدك شكرا يلا مع السلامه بس يلا زب امها الى هنا وصلنا لنهايه المقطع لا تنسون اللايك والاشتراك يا اخوان واكتبوا لنا تبون جزء ثاني ولا نحول على المطعم مصرفنا والله خسرنا كثير الله يسعدكم الاشتراك تحت بنوصل 1,000,000 في اقرب وقت ممكن ان شاء الله